اولا البنيه التحتيه المتهر اللي عندها معناها تو عندنا مده ما صارتش لا هيئه لا على طريق معناها تو عنده اكثر من 20 عام 25 عام فهمتني اك تشوف معناها الحاله نتاعو كيفاش حاله رديئه يفتقد لقناه الصرف الصحي المنطقه وتشوف معناها الماء نتاع الديار معناها اللي خارج في الشارع واللي تسبب معناها في تسبب يعني في معناها حتى امراض للصغار والله عندنا احنا طفل معناها وقتلوا بياتيت سي معناها وتوفى حتى تاكسيات احنا المنطقه معناها ماشي بعيده على البلاد ماشي بعيده على قريبه تاكسيات ما عادش يحب يدخل لك لان هناك مريض ولا معناها في اي قضيه واحد باش يقضيها ما عادش يحب يدخل لك لان الكيس محفر عندنا خزان نتاع الماء هذا اللي يمثل معناها تهديد لسلامه المواطنين والصغار والتلامذه وقريب المدرسه هذا زاد عنده سنوات معناها مش نستعملوا فيه وفما تروف ساعات تيح منه حاجه اخرى عندنا بالنسبه للشباب هناك ما عنده حتى مرفق وحتى معناها بلاصه كيما نقولوا معناها يمارس فيها هوايات ولا انشطه ولا كذا عندنا نادي اطفال عندنا نادي شباب وقع استحواذ عليه من طرف بعد الثوره من طرف احد المواطنين وقال متاعي وكذا واحد وقع تسكير وحلوا فيه حانوت عطريه ولا شنو